تسمي كده ولادة عشان نخلص الشابتر بسرعة عشان نمحى النهاردة. ماشي. الهرمون الأول قبل ما هو المراجعة هيبقى في كلام زيادة عن اللي احنا قلناه. في كلام زيادة عن اللي احنا قلناه. كلام زيادة يعني ايه؟ يعني عشان خاطر الام سي كيو في بعض الأسئلة بتيجي في الام سي كيو محتاج تكون معاك معلومة زيادة مش معنى هي زيادة مش موجودة في الكتاب، لا دي موجودة في الكتاب بس مكتوبة في حتة الدكتور مخبيها كده جوه الكتاب، فاحنا بنحاول نجيبها ونطلعها ونوضحها للناس. هنشوف دلوقتي. المهم نبدأ نتكلم عن الفرق، نبدأ نتكلم عن الهرمونز. بصوا احنا بنخلص الشابتر بنراجع وطبعا بنمتحن عليه، وبعد كده انت الحصه شرحتها ورجعت ذاكرتها في البيت، دي اول مره سمعت وذاكرت، وبعد كده رجعت الحصه اتراجعت قدامك، دي المره الثالثه والمفروض انت رجعت ذاكرتها. في ناس طبعا لما تيجي المراجعه بتقرا الشابتر، يعني الناس اللي عايزه تزود. لحد دلوقتي انت عندك اربع حاجات اهو، زائد لما يكون في امتحان ميد ترم بنراجع المنهج اللي عندنا في الميد ترم وترجع تذاكر. لو انت مذاكر المنهج بتاعك او سمعه ست مرات المفروض تدخل الامتحان ست مرات مذاكره تقفل اي امتحان موجود في الدنيا المفروض يعني. ماشي؟ او مره المهم الامتحان بتاع بكره ان شاء الله مبدئيا كده الامتحان مش سهل. الامتحان بتاع بكره مش سهل. ليه مش سهل؟ لو قلت لك الامتحان سهل هقول لك السايكل الكيمي دي اكتف مين هتقول لي اكتف بروتين طيب استفدت ايه؟ ما انا عارف انت كده كده ذاكرت عشان الامتحان. الفكره السؤال لما يجي لك لا هتحله ازاي او هتفكر فيه ازاي؟ لو جبته لك صعب وغلطت فيه النهارده عندنا على الشارع. لو جبت لك السؤال صعب يا معتز وغلطت فيه في الامتحان هنا لما تروح الجامعه هتحله صح. ليه؟ عشان انت غلطت هنا وتعلمت هنا هتعوض هناك. لكن لو غلطت في الجامعه هتيجي هنا خلاص الموضوع خلص انت غلطت بدرجه واحده. عشان كده الامتحان بكره الامتحان مش هقول لك صعب بس مش سهل. يعني ايه؟ محتاج تفكير. ماشي؟ 20 جمله ام سي كيو فيهم خمس جمله صعبين. مش اي حد هيقفلهم. بس في ناس هتقفل وناس كتير كمان. نتكلم عن هرمون بسرعه كده. قلنا بجد الهرمونز في 10 ديفينيشنز مش مهمين قوي بس عشان الام سي كيو بيقول لي ايه اول ديفينيشن؟ كلاسيكال ديفينيشن. قلنا يعني ايه كلاسيكال ديفينيشن؟ ثلاث كلمات. اول حاجه كيميكال سبستنس سكريتد باي داكتس جلاند دايركتلي انتو بلاد ويروح يافكت ديستنت تارجت تيشو. ده ثلاث كلمات لازم الاقيهم موجودين فين؟ في الاجابه. ده الديفينيشن اسمه كلاسيكال ديفينيشن. كان الديفينيشن اسمه برودر ديفينيشن والبرودر هو الكلاسيفيكيشن. هنسيب البرودر خالص ندخل بعد كده على مين؟ على الكلاسيفيكيشن. سؤال ممكن يجي لوحده في امتحان اخر السنه اكتب كلاسز او كلاسيفيكيشن اوف هرمونز. ده اول سؤال النهارده اهو سؤال شورت نتعلم عليه. كلاسيفيكيشن اوف هرمونز قلنا كلاسيفيكيشن اوف هرمونز اكوردنج تو حاجه من ثلاثه. اول حاجه البرودر ديفينيشن او المسافه ما بين مكان التصنيع السايت اوف سينثيس والايه؟ مستهدف اكشن هو التارجت تيشو. وقلت هنا عندي ثلاث احتمالات يا اما اوتو كرايم بارا كرايم واندو كرايم. والثلاث رسومات بتاعتنا اللي احنا عارفينهم هذه خليه بتصنع هرمون اسمه اكس بيطلع يمسك ريسبتور موجود على نفس الخليه. وقلت هرمون سكريتد باي اند افكت ذا سيم سيل. ده معنى كلمه اوتوكراين. الخليه بتصنع هرمون يشتغل على نفس الخليه. ده اول نوع. ثاني نوع خليتين جنب بعض. واحده بتصنع هرمون بيشتغل على الخليه اللي جنبيه نيبر اكسل وسميته بارا كراين. قلنا يعني ايه كلمه كراين؟ كراين يعني سكريشن. ثالث حاجه قلنا انا عندي خليه بتصنع هرمون يروح الدم ان الدم يروح لديستنت تارجت سيل او ديستنت تارجت تيشو. ده اندوكراين. النهارده هزود كلمه جديده بص يا خالد بص الفرق ما بين الاسكتين دول.
سؤال في الامتحان بتاعه. بصوا كده، بصوا بيقول لي دي خليه بتصنع هرمون اسمه اكس، ودي خليه نيبرنج ليه مجاوره ليه. بصوا معايا، في بروتين بيوصل الخليه دي بالخليه دي بسميه بلازما ميمبرين بروتين. بروتين تاني اهو وبروتين تالت اهو. الهرمون، الهرمون بيمشي من هنا الخليه دي عن طريق البروتينز ده. تاني خليتين، واحده بتصنع ومتوصلين مع بعض عن طريق بلازما بروتين او بلازما ميمبرين بروتين. بيقول لي النوع هنا اسمه سيل، اسمه سيل سيلوكراين. سيل سيلوكراين يعني ايه كلمه سيل سيلوكراين؟ بص كده، بص ادي سيل وادي سيل ماسكين عن طريق بلازما ميمبرين بروتين. وكلمه سيلوكراين يعني سكريشن بتطلع منين؟ من خليه، يعني خليه بتطلع سكريشن يروح لخليه ثانيه عن طريق حاجه اسمها بلازما ميمبرين بروتين. دي عايز ايه؟ ماشي الكلام ده؟ يبقى ايه الفرق بين كلمه باراكراين وسيل سيلوكراين؟ حاجه واحده بس، البروتين ده، البروتين ده. ماشي الكلام؟ اتفهمت ولا في حد من حد عنده مشكله؟ خلاص؟ لا اول اه. طب ايه؟ مين؟ لا كويس التسنين. دلوقتي التسنين بتقول برضه عشان فكرتنا بحاجه، بتقول هو مين اللي بيمشي في البلاد ومين اللي بيمشي في الاكسترا سيلولار تيشو. فاكرين الرسمه دي؟ لما قلنا ده بلاد فيسل وجوه البلاد فيسل حاجه اسمها انترا فاسكولار، ودي خليه ودي خليه، هنا انترا سيلولار وهنا اكسترا سيلولار. لو انا اوتوكراين هطلع من خليه يبقى مشيت في مين؟ في الاكسترا سيلولار سبيس. لو انا باراكراين برضه في اكسترا سيلولار سبيس. لكن لو انه كرايم يبقى لازم امشي فين؟ في مشكله في الكلام ده؟ خلاص نجيب اللي بعديه. يبقى الكلمه المميزه في الثلاثه دول اوتو كرايم لازم الاقي كلمه تسيب سيل، بارا كرايم لازم الاقي نيبرنج سيل، وانتو كرايم لازم الاقي بلاد وديستنت تارجت تيشو وديستنت تارجت سيل. ماشي يا معتز؟ ها؟ مش بيعدي في الاكسترا سيلر سبيس. هيعدي من خلال الميمبرين، من خلال البروتين اللي موجود في الاكسترا سيلر سبيس. بلاش اكسترا سيلر سبيس خالص. ايه؟ لو شفت بروتين سهل. في البروتين نفسه. مش موجود في الاكسترا سيلر سبيس، ماشي ماشي ماشي. مش هسيب ده تسميته او مش عايزين قوي، بس هو ماشي يا طيب بعد كده يا جماعه رقم اثنين يا جماعه، رقم اثنين اكوردنج تو ايه؟ اكوردنج تو ايه؟ الكيميكال ستراكشر. انا بتكلم نفسي ايه؟ عايزين نصحى، عايزين ننجز ونمشي. قال اكوردنج تو كيميكال ستراكشر، قلنا عندي حاجه من الاثنين، يا اما ستيرويد يا اما نون ستيرويد. ستيرويد ونون ستيرويد. قلنا مين ستيرويد؟ اهي الكيميكال اهي والسوبر لينا الكلام ده اهي، وعندي ثلاثه بيطلعوا من هنا هم مين؟ الدوستيرون، كورتيزون، و ميل وفي ميل سيكس هرمون. وما تنساش الفيتامين دي اللي جنبه 60 علامة استفهام. ليه الفيتامين حاطينها هنا؟ هرمون لايك اكشن اكت از هرمون. خلاص؟ النون استرويد قلنا هم مين؟ امينو اسيد بيبتايد وبروتين والايكوزانويد. في حد قاعد مش عارف مين هم الايكوزانويد؟ مين الايكوزانويد؟ بروستاجلاندين، بروستاسايكل، والليكوتريد، والليكوتريد. طيب بالنسبه للبيبتايد والبروتين دول اخر حاجه بنتكلم عنها. امينو اسيد مين؟ تايروزين. دي مجموعتين تي 3 تي 4 وكاتيكولامين. حد يعرف الكاتيكولامين بتطلع منين؟ في جسمي؟ الادرينال بضل. ماشي كده؟ اخر حاجه خالص بيبتايد وبروتينز، اي حاجه ما قلناش هنا بيبتايد وبروتينز. حد يديني بروتين الانسولين، حد يقول لي بيبتايد جلوكاجون، واي حاجه ثانيه بقى تي اس اتش اف اس اتش اي اتش اي كده. خلاص كده؟ السؤال اللي جاي بعد كده كوردي تو السوليابيلتي اللي هو يا معتز، اللي هو يا معتز كوردي تو معتز الصح كوردي تو السوليابيلتي اللي هو بتساوي الريسبتور.
اللي هي بتساوي الميكانيزم اوف اكشن. السؤال ده ممكن يجي لوحده شورت نوت اخر السنه تتجدد لوحده من غير كلاسيفيكيشن. ايه الجدول؟ بيتهيألي كلنا حافظينه. يا اما جروب 1 يا جروب 2. بس جروب 1 ده لايك ولا هايدي؟ لايك. لايك ولا هيدرو؟ ده لايك. يبقى النوع الثاني؟ النوع الثاني؟ هاي. مين الهرمونز اللي هنا؟ في حد بيتكلم ايه؟ مين الهرمونز اللي هنا؟ قلنا كل الاستيرويد زائد مين؟ زائد الثيرويد. الثيرويد تي 3 والتي 4. هنا الباقي. بعد كده مش عايزين كده. ممكن ممكن بعد اذنكم يعني ماشي. غالب نوع الريسبتور هنا ايه؟ لو كانت لايبوفيليك هتبقى انترا سيلولر، لكن هنا هتبقى اكسترا سيلولر. ميديتورز هرمون ريسبتور كومبلكس، لكن هنا السكند ماسنجر. زمان قلت ما تحفظش السكند ماسنجر، دلوقتي بقول لك كلهم احنا درسناهم خلاص. اللي هم مين؟ هم سته. سايكليك اي ام بي بالترتيب، سايكليك اي ام بي فوسفوليفل اللي هو الدايا سايكليسترون والانشي 2 ترايفوسفيت، وبعد كده الكالسيوم كالموتيرين، وبعد كده سايكليك جي ام بي والنيتروك اوكسيد، واخر حاجه التيروزين كاينز. ماشي؟ بيتهيألي النهارده لو قلنا هم السكند ماسنجر بقى موضوع سهل. لان كل ده كل واحد من دول موضوع هنتكلم عنه. بعد كده مين لونجر ديوريشن ومين شورتر ديوريشن؟ قلنا اهو لونجر وده شورتر. ويجي لك هنا سؤال في الشفا ويقول لك ليه يا دكتوره؟ ليه يا خالد؟ ليه يا خالد؟ اللايبوفيليك هرمونز لونجر ديوريشن ده الهيدروفيليك. عشان طب ايه الفكره برضه؟ عشان ما عندوش مديات عشان ما عندوش مديات تاخد وقت؟ طب اقول لك على حاجه احسن؟ اقول لك على حاجه احسن. اللايبوفيليك بتدوب في الميه؟ هتمشي في الدم؟ حاجة ما بتدوبش في المية، ما ينفعش تمشي في الدم لوحدها، محتاجة حاجة تشيلها تمشيها في الدم، اللي هو البروتين. عشان كده يا جماعة الهرمون لما يمسك في البروتين أو البلازما بروتين بتاعي، خدتوا حاجة زي كده في الفسيولوجي، فترة عمر أو الدي هاف لايف بتاعته بتزيد. هتاخدوا الكلام ده بالتفصيل السنة الجاية في الفرض. بس لما يكون ليك بروتين شايلك في الدم بيبقى فترة حياتك أطول من اللي مالوش. الهيدروفيلك كده كده بيدوب في الدم، مش محتاج حاجة تشيلها. ماشي؟ نزود الكلمة دي. معنى زودنا كلمتين لحد دلوقتي سيلو برايم، زودنا ليه ده لونجر وليه ده شورتر وده شورتر. خلاص؟ أول سؤال لونجر بيكوز ترانسبورتنج بروتين ترانسبورتنج بلازما بروتين بلازما أحمر اللي بعد كده هنبدا هنا نتكلم على ايه؟ هنتكلم على جروب 1 لايكوفيليك وهنتكلم على جروب 2 هيدروفيليك. ميكانيزم اوف اكشن جروب 1 لايكوفيليك، انا قلت جروب 1 لايكوفيليك سهل. سهل ليه؟ يعني ايه لايكوفيليك؟ يعني هيعدي السيل ممبرين، يعني هيمسك في ريسبتور موجوده انترا سيلول، يا اما سيتوبلازمك يا اما نيوكلي. خلاص؟ عشان اتكلم عن الموضوع ده عشان اكتب موجوده في الامتحان ببدا بجمله افتتاحيه بتقول ده دكتور عارف التكييف صراحه حد يودي للمروحه بس يلا بيقول اول حاجه جمله افتتاحيه بتقول ايه؟ بتقول لي the hormone diffused through the cell membrane to bind to intra cellular receptor. مش هقول سيتوبلازمك ولا نيوكلي، انا بتكلم بصفه عامه. يبقى the hormone diffused through the cell membrane to bind to intra cellular receptor forming hormone receptor complex. صعبه دي؟ جمله كلنا حفظناها. الجمله الثانيه اللي هنقولها هنقول بعد كده الهرمون receptor complex undergoes، يعني ايه undergoes؟
يعني هيحصل له اكتيفيشن باي وان اوف تو ميكانيزم، يا واحد يا اثنين على حسب نوع الهرمون بتاعه. واكتبهم صورة مقارنة لما اجي اكمل. يعني ايه؟ رقم واحد جلوكو كورتيكويد هرمون ومعاهم فيتامين، فيتامين دي هنا، ثايروكسين هرمون ومعاه فيتامين ايه اللي هو اسمه الثاني ريتينويد، والنهارده هزود الميكانيزم فانكشن بتاع الاستروجين اللي هو الاستروجين. طيب تعالوا نبدا كده زي ما قلت برضو قبل كده، هبدا الكلام هنا والكلام هنا على الريسبتور موجوده فين وماسكه فين. هقول لهم جلوكوكورتيكويد ريسبتور، ريسبتور بريزنت ان سيتوبلازم كومبلكس مع بروتين اسمه اتش اس بي، ده واخد انتوا وريته اتش اس بي بروتين اللي بيعمل ايه؟ بيمصل الدي ان ايه بايندنج سايت. الناحيه دي لازم اقول له كلمه من الريسبتور او الثايروكسين والريتينويد ريسبتور اوريدي ايه؟ باوند او بايندنج تو دي ان ايه. فين في الدي ان ايه؟ في حته اسمها ايه؟ اتش 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 ار اي هرمون ريسبونس. حلو كده؟ كومبلكس مع بروتين اسمه ترانسكريبشن ريبريسور كومبلكس. ماشي؟ يبقى انا بدات الكلام على الريسبتور موجوده فين وماسكه فين. وبعدين زي ما قلت بص على الرسمه او سيب نفسك هتلاقي نفس الفيديو. ده هرمون ديفيوز تو ذا سيل ميمبرين تو بايند تو انترا سيتوبلازميك ريسبتور فورمينج هرمون ريسبتور كومبلكس. وده يؤدي الى ديسوشيشن اوف الاتش اس بي بروتين. هنا هقول ذا هرمون ديفيوز تو ذا سيل ميمبرين انتر ذا نيوكليس اند بايند تو الريسبتور سبيسيفيك ريسبتور. انا خلاص اتكلمت عليها فوق. وده يؤدي الى هرمون ريسبتور كومبلكس اللي بيؤدي الى ديسوشيشن اوف ترانسكريبشن ريبريسور كومبلكس. بعد كده مسكت في الدي ان ايه اعمل ايه؟ لما امسك في الدي ان ايه اعمل ترانسكريبشن، الترانسكريبشن دي ام ار ان ايه اللي يترجمه الى بروتين، والبروتين يعمل لي ميتابوليك بروسيس. ثبتنا الجمله دي يا جماعه عشان الكلام اللي كتير مكتوب. احنا بنقول الدي ان ايه هيديني في ترانسكريبشن ام ار ان ايه، والام ار ان ايه في ترانسليشن هيديني بروتين، والبروتين هيعمل لي ميتابوليك بروسيس. وكل الانزيمات في كل الهرمونات هنكتب الجمله دي بعد ما نوصل للدين. خلاص؟ وانتوا عارفينها الجمله دي كده كده. عشان ما حدش بقى يقول لي انفلونس ومش عارف الكلام اللي هو عمال يكتبه، وانهانس ترانسكريبشن وزيد البروموتر والسيكل مش عارف ايه، هو بيعمل كده وخلاص. ماشي؟ طيب. لايبوفيلك خلصت؟ السؤال ممكن يجي على بعضه في الامتحان يكتب الميكانيزم اوف اكشن اوف جروب 1 لايبوفيلك بروموتر، وجاي قبل كده بس زمان. ماشي؟ السؤال اللي بعد كده جروب 2 هيدروفيلك هرمونز، جروب 2 هيدروفيلك هرمونز يقول لي في جروب 2 هيدروفيلك هرمونز زي ما كان عندي نوعين من الريسبتور موجوده في حاله الهايبوفيلك. انا عندي نوعين من الريسبتور، هنا برضو عندي نوعين من الريسبتور، بس قلت قبل كده ان هما بيعتمدوا على تركيبهم مش على مكان. الاولاني بسميه سيرف 4 3 4 5 6 7 دي كده الريسبتور، سميتها 7 ترانس ميمبرين سيجمنت ريسبتور. ليه 7؟ 7 عشان بيتكون من 7 قطع زي ما انا رسمتهم، عشان في ناس كانت فاهمه ان 7 دي يعني ايه؟ يعني هو هنا بيتكون من 4 ونجيب بروتين 3 يبقوا 7. لا، هو الريسبتور نفسها 7. ماشي؟ والنوع الثاني سنجل ترانس ميمبرين سيجمنت ريسبتور. هنبدا بده اللي هو اسمه الثاني جي بروتين كابل ريسبتور. واحنا قلنا الجمله دي نص التسكيل بتاع كل الجي بروتين كابل ريسبتور. بس قبل ما ابدا اتكلم عن التسكيل محتاج اقول كلمتين على الجي بروتين. اللي هما ايه الكلمتين؟ اول حاجه موجود فين؟ اكسترا ولا انترا؟ يعني في السيتوسيليك سايت ولا اكسترا سينيور؟ في السيتوسيليك سايت. رقم اثنين بيتكون من كام سب يونت؟ من ثلاثه، من بره لجوه، الفا وبيتا وجاما. بعدين سميته جي ليه؟ عشان يمسك في حاجه اسمها كوانين نيوكليوتايد، يا يكون جي دي بي يا يكون جي تي بي. في الريست ماسك في الجي دي بي ولا في الجي تي بي؟ في الجي تي بي، سؤال في امتحان بتاع بكره. بعد كده امتى الالفا تتفصل؟ لما الجي دي بي يسيب ويمسك مكانه الجي تي بي. ساعتها هفصل الالفا عن ما يجي ايه؟ البيتا والجاما. بنقول
الجي بروتين ثلاث انواع، يا اما جي اس يا جي اي يا جي كيو. يا جي اس يا جي اي يا جي كيو، الحته دي هنذاكرها بالطريقه دي يا جماعه. بصوا معايا، جي اس جي اي وجي كيو، تمام؟ مبدئيا كده، مبدئيا الثلاثه دول اول ثلاث خطوات فيهم ثابتين، اللي هم ايه؟ الهرمون اهم ادي الريسبتور، وهنا عندي الجي بروتين اللي ماسك في مين؟ في الجي دي. اول ثلاث خطوات ثابتين، هرمون بيمسك في الريسبتور، هرمون ريسبتور كومبلكس، وبعدين يحصل كونفرميشن تشينج. اول ما بتتنقل بتروح لمين؟ للجي بروتين. الجي بروتين بيحصل له ايه؟ جي تي بي او جي دي بي، جي تي بي اكس تشينج، يخرج الجي دي بي ويدخل مكانه جي تي بي عشان تتفصل الالفا وتروح تاكتف السكند مسنجر. يبقى الثلاثه دول اول ثلاث كلمات هم زي بعض بالظبط. لما جه في الامسيو كيو يقول لي ان الهرمون بايند تو الجي بروتين في الاكسترا سيلولار بارت ولا في الانترا سيلولار بارت؟ الحاجات التافهه دي ما ينفعش نتكلم فيها. ايه؟ هيمسك في الانترا ولا الاكسترا؟ في الاكسترا سيلولار. الهرمون هيمسك فين؟ في الريسبتور بره ولا جوه؟ هي الريسبتور اصلا بره. طيب بعد كده بقى، بعد كده على حسب السكند مسنجر هكمل الكاسكيت بتاعي. يا ريت كلنا نكتب المعادلتين دول. المعادله الاولى بتقول الاي تي بي هيتحول عن طريق حاجه اسمها الادرينال سايكليز الى سايكل اي ام بي، والسايكل اي ام بي بيتكسر الى 5 اي ام بي، او اي ام بي اللي هو من غير سايكل يعني. بنزين اسمه ايه؟ فوسفو داي استريز. في الجملة دي كلنا كلنا عشان هزود حاجة دلوقتي. الريسبتور اسمها جي اس وجي اي وجي كيو. قلنا السنة اللي فاتت خدنا في الفسيولوجي حاجة اسمها الاوتونوميك نيرفس سيستم، كان عندي فيه كذا نوع من الريسبتور، الفا وبيتا، صح؟ الفا كانت الفا واحد والفا اثنين، وبيتا كانت بيتا واحد واثنين وثلاثة، بس أنا مش عايز ثلاثة النهارده. أهو الفا واحد والفا اثنين وبيتا واحد واثنين، وقلت بمشيهم كده بالعكس، يعني ايه؟ الجي اس هتبقى بيتا واحد واثنين، الجي اي هتبقى الفا اثنين، والجي كيو هتبقى الفا واحد. يا ريت دي، يا ريت دي محدش يتلخبط فيها تاني، يا ريت يا ريت. ماشي؟ ده انا عايز اقوله ايه؟ عايز اقول هي البيتا دي يا مريم، بيتا واحد واثنين هيمسك فيهم هرمون اسمه ايه؟ ادرينالين، ابينف او جلوكاجون. ماشي الكلام؟ الحته الصعبه جايه دلوقتي. بيقول لي هو الادرينالين دوت مش سمباثيك؟ سمباثيك. الكافيين ده ايه؟ سمباثيك ولا بارا سمباثيك؟ الكافيين يعني قهوه، لما بشرب قهوه بفوق ولا بنام؟ بفوق، سمباثيك. يبقى اذا الكافيين اللي انا بشربه هيعمل ايه ده؟ لو اداك الاكشن بتاعه على الفوسفوستريز هيزوده ولا هيقلله؟ هو الادرينالين بيعمل ايه؟ بيزود ده، يعني بيزود السايكليك ام بي، وبالتالي الكافيين المفروض ان هو يزود ده عن طريق انه يعمل انهبيشن هنا. ماشي الكلام؟ ماشي. احنا قلنا هنا مين بيعمل استيميشن؟ ادرينالين وانسولين. سوري، ادرينالين وجلوكاجون. يبقى هنا اللي بيعمل استيميشن انسولين. دول يتزودوا الكافيين والانسولين. انا لما جاي في حصه بكره، في امتحان بكره، سؤال بيقول لك واحد شرب سترونج كاب اوف كافي، تتوقع هيحصل له ايه؟ كافي يعني ايه؟ يعني كافيين. الكافيين هيعمل ايه؟ الكافيين هيعمل انهبيشن هنا، وبالتالي ده ما يتكسرش فيزيد، زيه زي الادرينالين، زود السايكليك ايميون. كده يا جماعه النص الثاني بتاع الكاسكيد
بتاع السكند ماسنجر بتوع الجي اس والجو اي. جي اس و اي ده النص الثاني بتاعه. هنكتب النص الثاني بتاع الجي كيو بعد كده نقول لهم الاثنين على بعض. جي كيو هو جي كيو رياكتد حاجه اسمها فوسفو لايبيسي. هقول الكلام اللي قلته المره اللي فاتت بالتفصيل تاني اهو، بالتفصيل تاني بس دي اخر مره، مش هنشوف حته تانيه في المنهج. حاجه اسمها فوسفو ليبت. يعني ايه فوسفو ليبت؟ قلنا الليبت معناها كحول اسمه البنسل اهو. ماسك في ثلاثه فاتي اسيد، واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا. فاتي اسيد وفاتي اسيد وفاتي اسيد. لما كنت بقول عايز اعمل حاجه اسمها فوسفو ليبت. يعني ايه فوسفو ليبت؟ يعني دهون فيها فوسفين. بشيل فاتي اسيد ده وامسك فوسفيتا وقاعده نيتروجينيه. النهارده انا عايز الفوسفو ليبت اللي اسمه فوسفاتيدايل انوسيتون. هشيل القاعده النيتروجينيه واحط مكانها الانو اللي هو كان شكله عامل. خلاص؟ اول خطوه بعملها في السيل ميمبرين ان انا بدخل عليه انزيم اسمه الكاينيز، والكاينيز بيعمل بيضيف فوسفيتا. هيضيف كام فوسفيتا؟ انا هدخل اثنين كاينيز. فهيضيف لي فوسفيتين، واحد على كربون اربعه، واحد على كربون خمسه. ادي واحده وادي الثانيه. اربعه وخمسه. وبالتالي يتحول من المركب بتاعك اللي اسمه الفوسفاتيدايل انوسيتون الى فوسفاتيدايل انوسيتون كام فوسفيت؟ داي فوسفيت. في مشكله؟ مفيش مشكله. الخطوه اللي بعد كده لما الدنيا تتاكتف، لما الطريق يمشي، ايه اللي بيحصل؟ بيجي انزيم اسمه فوسفو لايفيز سي، وسي يعني ثلاثه، يعني كربون رقم ثلاثه هتتكسر. هيتكسر هنا كده. سكت ماسنجر اللي هيطلع مين؟ أول حاجة الجزء ده هيطلع لوحده. انوسيتون، انوسيتون ماسك في إيه؟ أربعة وخمسة فوسفيت، وأدي واحد بقى فيها فوسفيت أهي كمان. وأسميه انوسيتون تراي فوسفيت. طب ده مين؟ ده عبارة عن كحول اسمه الجليسترول، في فاتي أسيد في كربونة واحد، وفاتي أسيد في كربونة اتنين وتلاتة ما فيهاش حاجة، ما هو اتكسر اللي كان فيه. مش هو اسمه الجليسترول؟ وماسك فيه كام فاتي أسيد؟ اثنين، فسميته داي، وفاتي اسيد يعني اثر، فسميته الداي اسايد جليسترول. يبقى اذا السكند ماسنجر بتاعي اثنين، داي اسايد جليسترول وانوسيتول ترايفوسفيت. كده بتشيل بروتين ريسبتور خلصت. ليه بقى؟ اصل الكلام كله هيبقى زي بعض، بس هنشيل اسماء الانزيمات وتحط الحاجات اللي احنا كتبناها. يعني هنبدا نتكلم على اول واحد فيهم الجي اس. احنا قلنا ايه الفرق بين جي اس وجي اي؟ اس ستيميلاتوري واي انهبيتوري. في مين؟ في الادينايل سايكليز اللي هو السكند ماسنجر بتاعه. ماشي؟ بيقول لي ايه؟ اول حاجه الهرمون هيمسك في الريسبتور، هرمون ريسبتور كومبلكس، بتكلم على جي اس. هرمون ريسبتور كومبلكس يبعت اشارات للجي بروتين، يتاكتف الجي بروتين، يحصل جي تي بي، جي تي بي اكستشينج. جي تي بي، جي تي بي يمسك في الالفا. فيحصل ديسوشيشن للالفا وتروح تاكتف مين؟ بتكلم على جي اس فهتاكتف انزيم اسمه ادينايل سايكليز. ادينايل سايكليز يعمل ستيميوليشن او اكتيفيشن لمين؟ بروتين، بروتين كاينيز A، بروتين كاينيز A، بروتين كاينيز اسمه كاينيز. هيعمل ايه؟ هيعمل فوسفوريليشن لبعض البروتينات الموجوده في الخلايا. اتكلم على جي ار. الجي ار نفس الكلام، هرمون يمسك في ريسبتور، هرمون ريسبتور كومبلكس يبعت اشارات للجي بروتين، فيحصل له جي دي بي جي بي اكس تشينج، تتفصل الالفا تروح تاكتف ولا تعمل انهبيشن؟ دلوقتي هتعمل انهبيشن لادينايل سايكليز، يقل السايكليك ام بي، يقل البروتين كاينيز ايه، تقل الفوسفوريشن بتاع البروتينات اللي موجوده في الخلايا. نفس الكلام بس عكسنا، بدل ما هو ستيميوليشن هو انهبيشن. رقم ثلاثه بروتين كاينيز او سوري جي كيو. الجي كيو بروتين، جي كيو هرمون يمسك في ريسبتور، هرمون ريسبتور كومبلكس يبعت اشارات جي بروتين، جي تي بي، جي تي بي اكس تشينج، تتفصل الالفا تروح تاكتف فوسفولايبيس سي. فوسفولايبيس سي يكسر الفوسفوليبل بتاعنا الى انوسيتول ترايفوسفيت و انوسيتول ترايفوسفيت وداي اسايل جاستر. الانوسيتول ترايفوسفيت هيعمل هيروح على الخليه اللي هو هيدروبلازميك ديتكتور.
ويفتح لقنوات اللي اسمها الكالسيوم تشافت، يشغلها ويطلع الكالسيوم من جوه للسيتوبلازم، فيزيد الكالسيوم في السيتوبلازم. الكالسيوم هيعمل ايه؟ اسمع الكلمة دي، الكالسيوم هيروح مع الداي اسايد كوليسترول يكتب حاجة اسمها بروتين كاينيز سي. السؤال بيقول بروتين كاينيز سي از اكتيفيتد باي واحد انوسيتول ترايفوسفيت، اثنين داي اسايد كوليسترول، ثلاثة انوسيتول ترايفوسفيت اند داي اسايد كوليسترول. ايه الاختيار؟ ولا واحد؟ هو مين اللي اكتف هنا؟ مين اللي راح اكتف؟ ده؟ هل ده؟ اكتف ده؟ ما اكتفوش. هو بيقول لي بيروح يطلع الكالسيوم. مي ممكن يهلب الداي اسايد كوليسترول عشان يكتف ده. لو جالي في نفس كيو الاختيار، بص معايا كده عشان بس الموضوع دوت في نقاش كتير. لو جالي السؤال في الامتحان، داي اسايد كوليسترول وانوسيتول ترايفوسفيت، هتختار الاثنين مع بعض؟ ماشي. ده ما هتختار واحد منهم، بتختار مين؟ ده اسهل سؤال. لو الاثنين موجودين، لو هما الاثنين ممكن يختار اي وبي، اختار اي وبي. عشان هما الاثنين سكن بسيط. لكن لو واحد مخير ما بين ده او ده، يبقى ده اسهل سؤال. ماشي؟ وصلنا فين؟ بروتين كاينيز سي هيعمل ايه؟ زي ما كان بروتين كاينيز هيعمل السي هيعمل، هيروح يعمل فوسفوريشن لبعض الايه؟ البروتينات اللي موجوده في الخلايا. ماشي الكلام؟ في مشكله؟ في حاجه بتقول لما اضيف فوسفيت على بعض الانزيمات بتشتغل، ولما اشيل فوسفيت من بعض الانزيمات بتقف. مين هما الانزيمات اللي بنحفظهم لما اضيف لهم فوسفيت هيشتغلوا؟ واحد اسمه فوسفوريليز والتاني اسمه هرمون سنسيتيف لايبنز. ماشي الكلام ده؟ فاضل عندي كلمتين. ازاي اعمل تيرن اوف السيجنال في حاله الجي اس، وازاي اعمل تيرن اوف السيجنال في حاله الجي كيو؟ يعني ايه تيرن اوف؟ يعني وقف الاشاره بتاعتي. قلنا في حاله الجي اس انت عندك معايا. طيب بيقول لي في الحاله الاولانيه اللي هي ايه؟ غير كده. خالد بيقول لي في الحاله الاولانيه، المشكلة عندي في مين؟ الخلية بتاعتي اهي. وادي الالفا سب يونت ماسكة في الجي تي بي. أنا لازم أعمل إيه؟ لازم أكسر الجي تي بي إلى جي دي بي عشان الالفا ترجع تمسك تاني في البيتا والجاما. بكسره إزاي؟ إنزيم اسمه جي تي بي، موجود فين؟ موجود في الالفا سب يونت. قال لي رقم واحد بيشتغل جي تي بي إنزيم ويكسر الجي تي بي إلى جي دي بي، وبعد كده الالفا ترجع تمسك تاني في مين؟ في البيتا. صعبة دي؟ طب يا دكتور هتعمل استيميليشن دلوقتي للادرينال سايكليز ولا ما عادش في استيميليشن؟ انت خلاص رجعت الالفا مسك الثاني هنا، ما عادش في جي تي بي، بقى جي تي بي، يبقى ما فيش استيميليشن ثاني في مين؟ في الادرينال سايكليز. ده الجديد. طب بالنسبه للسايكل كي ام بي القديم هكسره ازاي؟ بالفوسفو دايستريز. انا عملت تيرن اوف السيجنال ازاي؟ اول حاجه جي تي بي اشتغل، كسر الجي تي بي، وبالتالي الالفا سابيلت رجعت مسك الثاني في مين؟ في البيتا والجاما. وبعد كده الفوسفو دايستريز انزايم بيكسر السايكل كي ام بي اللي موجود هنا. صعبة؟ طب ده بالنسبة للجي اس. بالنسبة للجي كيو ازاي هتعمل تيرن اوف السيجنال؟ هو السيجنال اشتغلت ازاي؟ عن طريق الكالسيوم ده. الكالسيوم ده بقى موجود هنا كده في السيتوبلازم. هعمل ايه؟ هرجع ادخله جوه الاندوبلازميك ريتيكولم تاني. اسمعوا الكلمة دي؟ بيقول الكالسيوم بيدخل جوه الاندوبلازميك ريتيكولم عن طريق حاجة اسمها كالسيوم اي تي بيز بامب. يعني بيحتاج اي تي بي، بيحتاج طاقة. ماشي؟ بيحتاج كالسيوم اي تي بيز بامب وبكسر انوسيتول ترايفوسفيت. ده ازاي بيعمل تيرن اوف؟ تيرن اوف هنا كلمه. لما بدخل كالسيوم تاني جوه الاندوبلازميك ريتيكولم عن طريق حاجه اسمها اي تي بيز او كالسيوم اي تي بيز بامب. صعب. حاجه ما خدتهاش، حاجه اول مره تقولوها. هو الدكتور اثنين بصوا معايا كده، دلوقتي انا عندي مرضين. او اثنين بكتيريا، واحده انتوا عارفينها، واحده اول مره تسمعوا عنها. الاولى اسمها الكوليرا. الاولى اسمها ايه؟ الكوليرا. عارفين الكوليرا؟ انتوا عارفين؟ اهو مات بالكوليرا. فاكرين القصه بتاع سيدي؟ اه
تاني مرض او تاني بكتيريا اسمها بيرتسس. اسمها ايه؟ ايه بيرتسس دي؟ اسمها على المرض اسمه السعال الديكي. السعال الديكي مريض بيكح زي ما الديك في ايه؟ اسمه ووبنج يعني السعال الديكي. طيب ايه بقى؟ ايه فكره المرضين دول؟ اسمعوا كده، اسمعوا ايه؟ في ناس كتير ما سمعتش الحته دي، اول مره تسمع. اسمعوا بقى، معتز ايه يا معتز؟ عليك منه ولا من الرجاله هنا؟ ايه؟ بيقول لي فكره المرضين دول بصوره عامه كده من بره كده، الاثنين بيزودوا السايكليك اي ام بي، وهو ده اللي بيعمل المرض. بيزودوه زي الشريف، بيقول لي بيزودوا السايكليك اي ام بي، وبالتالي ما بيحصلوش انهبيشن، ما بيحصلش تيرن اوف في السجن، بتفضل شغال، سايكليك اي ام بي كتير على طول. ده بيزود سايكليك اي ام بي، وده بيزود سايكليك اي ام بي، بس في حاجه. ده كده نوع الريسبتور اللي بيشتغل عليها اسمها جي اس ريسبتور. لكن ده جي اي ريسبتور. عشان ازود السايكليك اي ام بي هنا محتاج اعمل تيرن اوف ولا ما اعملش تيرن اوف؟ محتاج ازود السايكليك اي ام بي، اعمل تيرن اوف ولا ما اعملش؟ هو اصلا بيزود السايكليك اي ام بي. على عكس ده الجي اي بيعمل ايه؟ بيقلل الادرينال سايكليز، وبالتالي انا اعمل ايه؟ اقلل السايكليك اي ام بي، وبالتالي انا اصلا ما شغلوش، ما اخليش الالفا تتفصل، اخليها ماسكه في البيتا والجاما، وبالتالي ما يشتغلش، فيفضل الادرينال سايكليز عادي. الصوره او الفكره بصفه عامه عشان ابدا اتكلم كلام علمي بيقول ده كده جي اس، وبالتالي انت عايز تزود السايكليك اي ام بي، وقف الانزيم اللي بيعمل تيرن اوف السايكل اللي هو اسمه جي تي بيز انزيم. الجي تي بيز انزيم انا بوقف شغل الجي تي بيز انزيم، وبالتالي الجي تي بي هيفضل ماسك في الالفا، وبالتالي الالفا شغاله طول الوقت يا خالد، بتطلع سايكليك اي ام بي، والسايكليك اي ام بي عمال يعمل، وبالتالي بيفضل الاكشن شغال على طول، يعني مش هيحصل انهبيشن. دي كله عملت ايه تاني؟ وقفت انزيم اسمه جي تي بيز. البرتسس بقى بتعمل ايه؟ قال لي بتاتاك الالفا صغيره وبتمنع الجي دي بي، بتمنع الجي دي بي جي تي بي اكس تشينج. يعني ايه؟ عايز الالفا صغيره تلاته وهي في الريست ماسكه في الاثنين، الالفا البيتا والجاما. هنا في جي دي بي، بيجي الجي تي بي يا جماعه، بيجي جي تي بي يحاول يخرج الجي دي بي عشان يمسك مكانه، ما يعرفش. الجي دي بي قافش الالفا. ماشي؟ البرتسس عملت كده، منعت ان الاي الجي اي تشتغل، وبالتالي زودت السايكل كيم في، فحصل لي بعد الاسمه. ده منظور البايوكيمستري، لكن الموضوع اكبر من كده بكتير، هو بيتكلم في حته صغيره، ودي برضه علم بيقول في الكتاب. ماشي الكلام؟ قول لي بقى اكتب الكلام اللي انت هتكتبه في الامتحان لو جالي سؤال. بيقول لي ايه علاقه الجي بروتين اللي انت بتتكلم عليه بالكلينيكال بحياتك العمليه؟ واحد جالك في العياده عنده مرض، ازاي هنطبق ده على ده؟ قال لك عندي مرضين، الاولاني اسمه الكوليرا والثاني اسمه البرتسس. اول حاجه الكوليرا بتعمل ايه؟ اي الكوليرا دي، حد فاكر الكوليرا بتيجي الانسان ازاي؟ بيتعدي بيها ازاي؟ من ميه الشرب او من الاكل. ايه اللي بيحصل بقى؟ بصوا الكوليرا ادي الانتستين، وادي خلايا الانتستين اهي. اللي بيحصل البكتيريا بتيجي تهاجم الخلايا دي، ادي البكتيريا ماشي الكلام، ادي البكتيريا بتهاجم الخلايا دي، وبعدين تعمل ايه؟ قال لي بتروح تضرب الجي تي بيز انزيم. ضربت الجي تي بيز فزاد السايكليك اي ام بي بطريقه اكتر من اللازم. السايكليك اي ام بي لما بيزيد في الانتستينال سيل بيعمل ايه؟ بيخرج الصوديوم اللي موجود جوه الخليه لليون بتاع الجسم. هنا في صوديوم، وكل الصوديوم خرج هيسحب معاه. بصوا كده، ادي ميه طلعت، من كل مكان. الميه دي موجوده فين؟ في اليون، وبالتالي المريض ده بيبدا يفقد الميه دي، يا اما يفقدها من بقه من فوق تبقى ساعتها اسمها فوميتنج، يا اما يفقدها في صورة دايرية وساعتها بسميها ووتري دايري. ده
العيان ده بيموت من ايه؟ من الدي هايدريشن اللي هي الجفاف، سيفير دي هايدريشن وبعد كده بيموت. واحد هيقول لك يا دكتور طب ما يشرب. هيشرب ازاي؟ اولا هو عنده فوميت، ثانيا الميه ملوثه، هيشرب هياخد كمان انفكشن، والانفكشن لحد في الاخر ما هيموت، الممكن في الاخر ان هو هيموت. كويسه الكوليرا توكسين عملت ايه؟ قال الكوليرا توكسين ضربت الجي تي بيز انزايم وبالتالي زودت السايكل الكي بي بي جوه الليون بتاعه الكسر، وبالتالي زاد المايه اللي موجوده خرجت في صوره فوميتنج او في صوره ووتر دايريا فعصبت سفير دايريشن ومات. بيشبهوا يا جماعه الووتر دايريا كلمه مميزه جدا للدايريا بتاعت العيان الكوليرا بيسموها رايس يا معتز رايس ووتر دايريا. يعني ايه رايس؟ رايس يعني رز. عارفين ميه الرز؟ بنات عارفين ميه الرز؟ بنات بطلت تطبخ اصلا خالص. الرز اللي يغسلوه بيحتاج ميه كتير. لازم تغسل فيه ربع ساعة عشان ينضف. العيال كده برضه بيفضل ينزل في ميه في ميه في ميه في ميه لحد ما يموت. ماشي الكلام؟ طب هنا مش محتاجين تفصيل برضه. لسه ما قلناش برضه ايه تفسير البايوكيمستري للموضوع ده. انت وقفت الجي تي بيز ازاي؟ عملت له انهبيشن ازاي؟ عملت له انهبيشن ازاي؟ قال لي اسمع كده، اسمعوا الكلمه دي عشان الكلمه دي معقدكم في حياتكم مش عارف ليه. هو يعني ايه كلمه ناد؟ يعني ايه ناد؟ ناد والفات؟ ايه؟ ناد ايوه هو ناد. هو الناد سبب ان هو بيشيل هادي، بيتكون من ايه؟ اختصار لكلمه ايه الناد ده؟ الان نيكوتين امايد والايه ادينين او ادينوزين والدي داي نيوكليوتايد. يعني ايه نيوكليوتايد؟ بيتكون من ثلاث حاجات. النيوكليوتايد سكر اسمه الريبوز ماسك بقاعده نيتروجينيه وفوسفيت صح؟ مش كده كده القاعده النيتروجينيه والسكر كان اسمهم نيوكليوتايد لو يمسك فوسفيت بس من نيوكليوتايد دي ان ايه. طيب هنا بيتكون من اثنين، واحده شبهها بالظبط ريبوز ماسك في فوسفيتا ماسك في قاعده نيتروجين، دول ماسكين في بعض بغض النظر. ايه القاعده النيتروجينيه بتاعتي يا تسليم؟ عندي واحده اهي واحده اهي، الاولى اهي اسمها نيكوتين امايد والثانيه اسمها ادينين. احنا مش بنرسم حاجه، اللي مكتوب بنترجمه بتطلع شكل مركب. ماشي؟ هو مش سموه ناد عشان هو ناد وخلاص، ناد عشان تركيبات نيكوتين امايد ادينين داي نيوكليوتايد. الاثنين نيوكليوتايد القاعده النيتروجينيه بتاعت كل واحد فيهم يا اما واحده نيكوتين امايد والثانيه ادينين، وانت عارف تركيب النيوكليوتايد. ايه اللي بيحصل بقى؟ قال لي بيحصل كلمه اسمها اي دي بي رايبوزيليشن، خدتوها السنه اللي فاتت في الجدول بتاع الانتيبيوتيك. انتيبيوتكس بتاعت البروتين سيرفيس اتصل انهبيشن للبروتين. اي دي بي رايبوزيليشن بيقول لي بتيجي من الناد. ازاي؟ قال لي الناد اهو مش تركيب الناد. بص كده اللي هيحصل، بص يا خالد هشيل الان دي اللي هي النيكوتين امايد، يفضل ايه؟ يفضل ادينين ماسك في ريبوز ماسك في فوسفيتين اللي هو اسمه ايه؟ ادينوزين داي فوسفيت الاي دي بي زائد ريبوز. يعني ده كده يساوي ايه؟ يساوي الاي دي بي ريبوز. حد فيهم حاجه؟ مش فاهم ايه مش فاهم ايه مش فاهم ايه مش فاهم ايه مش فاهم تاني تاني وده الشوجر اللي اسمه الريبوز. في مشكله تركيب النيوكليوتايد عباره عن ايه؟ شوجر قاعده نيتروجينيه فوسفيتا. الثانيه زيها فوسفيتا وهنا قاعده نيتروجينيه اسمه ناد نيكوتين امايد ادينين. حلو الكلام؟ البكتيريا بتعمل ايه؟ البكتيريا بتيجي تاخد الاي دي بي ريبوز اللي تاخد الجزء ده كده تشيله وتحطه على الجي تي بيز فتبوظ الجي تي بيز. بيقول لي بتعمل ADB ريبوزيليشن. يعني ايه ADB ريبوزيليشن؟ يعني بتاخد الاي دي بي اللي هو ده اللي ماسك في الريبوز تحطه على الجي تي بيز. لما اخد ده هيفضل مين؟
الام تطلع محبط نيكوتينا مايت. مونيكا عملت ايه؟ طلعت نيكوتينا مايت لوحدها. فضل مين؟ فضل المرتب ده. انسى الشغل اسمه الريتروس ده مين؟ ده ادرينين شوجر وديفوسفيت اللي هو الـ ATP ادينوزين دايفوسفيت ماسك في شوجر اسمه الريبوز. يعني ده عبارة عن ATP ريبوز. ها انا عملت ايه؟ خدت الـ ATP ريبوز اللي موجود في الناد حطيته على انزيم اسمه GTPase. وقفت شغل GTPase، بوظت GTPase ماشي. ده اللي عملته البكتيريا اسمها الكوليرا. البرتاسس نفس الكلام بالظبط، بس بدل ما اقول حطيته على جي تي بيز حطيته على ايه؟ على الفا سكريبت. يعني اقول له ايه؟ البرتاسس بتعمل ايه؟ بترانسفير الاي تي بي رايبوز من الناد على الالفا سكريبت، وبالتالي يحصل لها انهبيشن. صعب برضه؟ السؤال ده لو جاي في امتحان هتكتب له واحد كوليرا توكسين، اتنين برتاسس توكسين. الكوليرا بتعمل الكوليرا؟ قال لي بتزود السايكل كيميائي عن طريق ان هي تعمل ايه؟ اي دي بي ريبوزيليشن وفي الجي تي بيز انزايم. بتاخد الاي دي بي ريبوز من الناد تحطه على الجي تي بيز، توقف شغل الجي تي بيز. جي تي سايكل كيميائي تزيد الصوديوم في اليومن، تزيد الميه، غرفه النهاريه يموت. البرتاسس تاخد الاي دي بي ريبوز تحطه على الالفا سب يونت، توقف شغل الالفا، ترجع الجي تي بي، جي تي بي اكسشينج، يحصل مرض اسمه اليومن. صعب صح؟ في كلمة صغيرة بتقول لي الكوليرا بتحط الـ ATP ريبوز على أمينو أسيد موجود في الـ GTPase اسمه الأرجينين. لكن البرتاسس بتحطه على أمينو أسيد اسمه السيستين. اللي عايز يعرف يعرفها، مش عايز يعرفها ولا كأنها موجودة. بس أنا أهم حاجة عندي كلمة ATP ريبوزيليشن هنا على الـ GTPase وهنا على الألفا سبيكت. هنا بيعمل لي بيزود سايكل الكيمي بي، وهنا برضه بيزود سايكل الكيمي. خلاص؟ نعدي الحتة دي. سؤال كالمودولين من الاسئله المهمه جدا، هي كانت بتيجي كتير السنين اللي فاتت، كتير قوي طريقه اوفر. خلاص كالمودولين كلام كله نظري. يعني ايه كالمودولين الاول؟ قال لي كالمودولين هو عباره عن ريجوليتور بروتين، بس كالسيوم ديبندنت ريجوليتور بروتين. بروتين بيعمل ريجوليشن لما يكون فيه كالسيوم. هو ريجوليتور بروتين او كالمودولين شكله عامل ازاي؟ قال لك عامل كده اهو. في اربع اماكن يمسك فيهم مين؟ الكالسيوم، سميته بور كالسيوم بايندنج سايت. عشان ده يشتغل محتاج لاربعه يكون ماسك فيهم كالسيوم. لو ماسك في ثلاثه مش هيشتغل. سؤال في الام سي كيو. لما اكتبه باول حاجه اتكلمت عنه كلمتين وقلت حصل له اكتيفيشن، لما اكتبه يعمل لي فانكشن. ايه الفانكشن؟ قلنا ثلاث كلمات. اول فانكشن حاجه مالهاش لازمه، اصل بيقول لي بيدخل كسب يونت في تركيب بعض البروتينات. حلو. تاني وظيفه قال لي ان هو بيدخل كريجوليشن او بيعمل ريجوليشن لبعض الانزيمات الشريف اللي مسؤوله عن تصنيع او تكسير السايكليك نيوكليوتايد. يعني ايه برضه؟ زي ما قلنا المره اللي فاتت، قلنا الاي تي بي بيصنع ادينايسيتريز، صنع حاجه اسمها السايكليك ام بي. مش دي كده السايكليك نيوكليوتايد؟ مش ده الانزيم صنعها؟ يحصل له ريجوليشن عن طريق الكالمودولين. كالمودولين بيعمل ريجوليشن للانزيمات، الانزيمات اللي بتصنع السايكل بتاعتها او الانزيمات اللي بتكسرها. فوسفو دايستريز هيكسرها الى اي ام بي. يبقى الانزيم ده بيحصل له ريجوليشن عن طريق مين؟ عن طريق الكالمودولين. اصل الكالمودولين بيعمل ريجوليشن للانزيمات اللي بتصنع او بتكسر مين؟ السايكل بتاعتها. ماشي؟ رقم ثلاثة وآخر حاجة، قال لي بيدخل في تركيب بعض المواد، بعض الاستراكشر اللي موجودة في الخلية، ودي حاجة بتديه، يا كونتراكتايل يا نون كونتراكتايل. كونتراكتايل عارفينهم، أكتين مايوسين. نون كونتراكتايل قلنا هو سطر كده، هنحفظه زي ما هو لحد ما تاخدوه في الهيستولوجي. حاجة اسمها مايكرو فيلمنت بتجيز بروسيس زي اندو سايتوزيس مايتوزيس والسيجموتيز. ايه الانزيمات؟ ايه السبع انزيمات اللي الكالمودولين بيعمل لهم ريجوليشن؟ قلنا هم سبعه. اول اتنين اهم ادينايسيكليز وفوسفودايستريز، وبعد كده اتنين مع بعض كالسيوم ديبندنت كاينيز وكالسيوم فوسفوليبيد ديبندنت كاينيز. كالسيوم ديبندنت كاينيز وكالسيوم فوسفوليبيد ديبندنت كاينيز. قلت الكالسيوم هيفكرني بالكالسيوم، ماجنيسيوم كاينيز، والفوسفو هتفكرني بالفوسفوليز كاينيز، واحد اسمه نيتريك اوكسيد سيلفيز.
ماشي، شارك المديرين حط جنبه ميس علامه اللي هو مهم جدا جدا جدا. يعني ايه معتز؟ كالسيوم انديوست كالسيوم ريليس. يعني ايه يا سارة؟ يعني ايه كالسيوم انديوست كالسيوم ريليس؟ انديوست يعني بيعمل كالسيوم انديوست كالسيوم ريليس، يعني الكالسيوم اللي طلع بيروح يطلع كالسيوم تاني. زي ما قلنا كالسيوم، زي ما قلنا في حاجه اسمها انتوبلازميك ريتيكولم اهي اهي من تشانلز دي، لما تتاكد الانوسايتون ترايفوسفيد يطلع كالسيوم. الكالسيوم اللي طلع يروح يفتح تشانلز ثانيه ويطلع مور كالسيوم عشان يعمل له اكتيفيشن. ده معنى كلمه كالسيوم انديوس كالسيوم انديوس. مكان الكالسيوم جوه الخليه ولا بره الخليه؟ اكتر موجود بره ولا جوه؟ قلنا الكالسيوم اخو الصلب يعني موجود بره او موجود في الانتوبلازميك ريتيكولم، المهم ان هو مش موجود في السيتوبلازم. سؤال 2014، سؤال 2014 اللي هو ايه علاقه الكرياتين كايناز، ايه علاقه سوري السايكل ام بي والكالسيوم بالجين ترانسكريبشن او جين ريجوليشن. اكتب عليه 2014. 2014 دلوقتي يا جماعه عايزين نفهم حاجه عشان نخلص بقى. عايزين نفهم حاجه يا جماعه، بتقول ايه؟ بصوا 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 بصوا، بيقول السايكل الاي ام بي، السايكل اي ام بي والكالسيوم ايه علاقتهم بالجي ترانسكريبشن؟ قال لي هنبدا نتكلم على السايكل الاي ام بي. السايكل الاي ام بي بيأكد حاجه اسمها بروتين كايناز ايه؟ السايكل الام بي بيكتب البروتين كايناز. حد فاكر بيكتبه ازاي؟ البروتين كايناز يا جماعه بتكون كام سبيريت؟ اربعه. اثنين اثنين كاتاليتيك واثنين ريجلاتري. لما اصل اثنين ريجلاتري على اثنين كاتاليتيك، الكاتاليتيك تتاكتف وتشتغل. الريجلاتري الواحده بتمسك في كام سايكل الام بي؟ يعني لما يكون عندي اثنين ريجلاتري احتاج كام سايكل الام بي؟ اربع سايكل الام بي. يبقى اذا اثنين كاتاليتيك مع واثنين ريجلاتري واربع سايكل الام بي هيتحولوا الى R2 سايكل الام بي 4 زائد اثنين كاتاليتيك يعملوا لها شبكه ثانيه. بيقول لي الكاتاليتيك دي بتعمل ايه بقى؟ قال الكاتاليتيك سابير بتدخل جوه النيوكلس، بتدخل النيوكلس وتعمل فوسفوريليشن لبعض البروتينات او بعض الانزيمات اللي موجوده جوه الخليه. حلو الكلام؟ هو الانزيم اصلا اسمه ايه؟ اسمه بروتين كاينيز A. كاينيز يعني بيعمل فوسفوريليشن. يبقى اذا السابيرت دي بتاعت البروتين كاينيز هتعمل ايه؟ فوسفوريليشن. قال لي هضيف فوسفوريليشن على بعض البروتينات من ضمنها يخالف حاجه اسمها السي ار اي بايندينج بروتين او الكريب بروتين. مش كلام؟ قلنا قبل كده، قلنا قبل كده لو انا شلت السي ار اي دي شلتها وحطيت مكانها كلمه اكس، قلت اكس بايندينج بروتين، وظيفته ايه؟ اكس بايندينج بروتين يعني البروتين اللي هيمسك في الاكس. يبقى اذا السي ار اي بايندينج بروتين وظيفته ان هو يمسك في السي ار اي، ودي حته موجوده على الدي ان ايه لما امسك فيها ازود ترانسكريبشن. حلو الكلام؟ مش ده بروتين؟ يعني بيتكون من امينو اسيد. بيقول لو انت ضفت فوسفيت، ضفت فوسفيتا على امينو اسيد اسمه سيرين، سيرين في موقع 133 انت كده بتعمل له اكتيفيشن. حطيته في مكان تاني بتعمل انهيبيشن. ماشي؟ معتز معانا؟ فقال لي اللي بيحصل ايه؟ قال لي ساكن الام بي بيروح يكتب البروتين كاينيز ايه؟ عطيني ان هو يفصل الدير ريجولاتري على الدين كاتاليتيك. الاثنين كاتاليتيك تدخل النيوكليوس تعمل فوسفوريليشن لبعض البروتينات من ضمنها حاجه اسمها الكريب اللي هو عباره عن ترانسكريبشن فاكتور. بتعمله فوسفوريليشن عن طريق انها تضيف فوسفيتا على السيرين 133 وبالتالي تؤدي الى اكتيفيشن اوف الكريب يروح يمسك في السي ار اي وبالتالي يزود الترانسكريبشن. يبقى اذا السايكليك اي ام بي بيعمل ايه في الترانسكريبشن؟ بيزوده. السؤال بيجي في الامتحان، السؤال بيجي في الامتحان ليه يا جماعه؟ الكالسيوم بيشتغل سينرجيستيكالي يعني بيزود او انتاجونيستيكالي تو السايكليك اي ام بي في الجين ريجوليشن. يعني ايه برضه؟ يعني ليه الكالسيوم يا يزود الترانسكريبشن زيه زي السايكليك اي ام بي يا يقلل الترانسكريبشن عكس السايكليك اي ام بي؟ ده السؤال. لما يجي لي سؤال كده، ما ينفعش اكتب الكالسيوم بس،
لازم انت اول حاجه تسجل الكلمه دي، ويقول لك هو ليه ضده وليه زيه. طب ما تقول لي اول حاجه تسجل الكلمه دي، هو بيشتغل ازاي؟ بيعمل ايه؟ هو بيزود ولا بيقلل؟ مش لما جاي تقول لي هو بيشتغل زيه ولا بيضبط؟ فاهم ازاي؟ يعني السؤال لما يجي هتكون كله مع بعض، شكل الكالسيوم لوحده والبروتين كاريز لوحده، واحد البروتين كاريز كذا كذا والتاني الكالسيوم كذا كذا، الاثنين مع بعض كده. فاهمين الفكره ولا مش فاهمين؟ الكالسيوم يا جماعه بيزود ولا بيقلل؟ قلنا على حسب. على حسب ايه؟ على حسب الانزيم اللي الكالسيوم هيشغله. ليه بقى يا دكتور؟ اصل انا عندي اثنين انزيم. واحد اسمه الكالسيوم ديبندنت كالبروتينين كاينيز، اسمه كام ويندز نفسه، كام كاينيز. يا اما 2 يا اما 4. كالسيوم او الكام كاينيز 4. ايه اللي بيحصل؟ اسمه كاينيز، يعني بيعمل فوسفوريليشن. ده وده بيعملوا فوسفوريليشن للبروتين، بس فين؟ ده بيضيف على السيرين 142، ده بيضيف على السيرين 133، ده يعمل انهبيشن، ده يزود الترانسكريبشن. يبقى ده بيشتغل انتاجونست، لكن ده بيشتغل سينرجيستك. يعني ايه سينرجيستك؟ يعني بيقاوم او بيعمل اوكمنت. كلمه اوكمنت يعني في كلمه اوكمنت اوكمنتيشن يعني بيزود او يعني بيقاوم. ماشي الكلام؟ يبقى الكالسيوم او الكام كاينيز 2 وكام كاينيز 4. ما ننساش ان 2 يعني 42، ال 4 133، ده بيزود الترانسكريبشن، ده بيقلل الترانسكريبشن. ماشي الكلام؟ ماشي؟ مادة التوكسيد سؤال ام سي كيو، اضطرار ام سي كيو. ما عملتش بالعربي. هقول بس بسرعه عشان الناس ما تسالش. يقول لي مادة التوكسيد اول حاجه بيجي من تفاعل حاجتين مع بعض، اكسجين وارجينين. عاديه. تاني حاجه وظيفته ايه؟ قال لي نادر اوكسيد فازو دايليتور. فازو دايليتور، قول لي ازاي فازو دايليتور؟ قال لي عن طريق ان هو شغال انزيم اسمه جوانال سايكليز. جوانال سايكليز بيعمل ايه؟ سايكل شيم بي. لما يزيد سايكل شيم بي ايه بيحصل؟ رياكت في حاجه اسمها بروتين كاينيز. على فكره يا جماعه في ناس بتقول البروتين كاينيز اسمه بروتين كاينيز جي، على اساس ان البروتين كاينيز ايه؟ بتاع السايكل كيم بي. مش شريف؟ نعديها دي، لا جي ولا حاجه، هو بروتين كاينيز وخلاص. ماشي؟ لو لقيت جي ساعتها بختار، لكن ما فيش جي مش هكتب جي. ماشي؟ طيب اسمعوا كده الكلمه دي. كلنا طبعا كدكاتره سمعنا عن دواء اسمه الفياجرا، صح؟ الفياجرا ده عباره عن ايه؟ فازو دايليتور. بيعمل فازو دايليتيشن ازاي؟ عن طريق ان هو يزود السايكليك شين بي. ممكن نكتب الحته دي، ممكن نكتب الفياجرا يزود السايكليك شين بي. فياجرا سايكليك شين بي، وبالتالي بتعمل فازو دايليتيشن. خلاص؟ وانت فاهم الباقي يعني. يبقى الفياجرا، عشان بس السؤال ده كان بيك زمان قوي، بس انا مش عارف بقى الدكتور نسي يكتبه ولا هو مش عايزه. فهي معانا بعد كده. بعد كده هيتكلم على ايه بقى؟ هيتكلم على سؤال السنه اللي فاتت في الامتحان. سؤال السنه اللي فاتت اسمع كده عشان تتصبر. اسمع سؤال السنه اللي فاتت. بيقول لك رايت شورت مود ان ترانس ممبرين ريسبتور. ما اتصرفتش صح؟ يعني ايه ترانس؟ يعني اكتب عن سنجل ترانس ممبرين سيجمنت ريسبتور. يعني ايه؟ يعني رقم واحد الحاجات اللي بتاخد السايكل جي ان بي بتسجل ريسبتور. رقم اثنين تايروزين كاينيز ريسبتور. رقم ثلاثه نون تايروزين كاينيز ريسبتور. تايروزين كاينيز ريسبتور حاجتين، يا اما ايه يا ايه السؤال بتاع السنه اللي فاتت؟ السؤال السنه اللي فاتت في الامتحان. تايروزين كاينيز يا اما ايه؟ ايه؟ الانسولين او الميديريال جروث فاكتور والانسولين. السؤال ده جاي يا جماعه عشان خاطر مين؟ عشان خاطر الانسولين. بس لو انت كتبت الانسولين وسكت هتاخد نص درجه السؤال. ليه؟ هو عايز ايه؟ عايز المخطط ده. الحاجات اللي بتستخدم الحاجات اللي هي تراس مبرين ريسبتور او سيجن تراس مبرين ريسبتور ثلاث حاجات. واحد سايكل في سايكل جي بي، اثنين تايروزين كاريز عباره عن حاجتين، ثلاثه نان تايروزين كاريز. عرفت لو كتبت واحد اثنين ثلاثه وشرحت الانسولين هو عايز كده.
بس انا هنكتب وهنقول كلمه ونص هنا او كلمه هنا وكلمه على ده وكلمه على ده وخلاص. بس الشرح بالتفصيل لمين؟ للانسولين. ماشي كلامنا؟ ماشي. نقول كده سؤال. اول حاجه يا جماعه السجل الجيني دي، احنا قلنا اهم كلمه، اهم كلمه مين الهرمون الوحيد اللي بيستخدم السجل الجيني دي؟ ده سجل مسنجر الاي ان اف او اديان ناتيوريتك فاكتور، اللي وظيفته ايه؟ ناتيوريتك يعني يعمل ناتيوريسيس، وبالتالي يعمل دايوريسيس ويقلل الالدوستيرون. وكمان السايكل شين من دي كان من ميكانيزم اوف اكشن بتاع الان او او نتريك اوكسيد يعني من توز ديليشن. اربع حاجات، يقلل الالدوستيرون، يقلل الصوديوم، بينزل الصوديوم في اليورين يعني دايوريسيس، بينزل ميه في اليورين يعني صوديوم يعني ناتيوريسيس، ووتر يعني دايوريسيس، وبيعمل توز ديليشن عشان يفضل النتريك اوكسيد. اي ان اف سؤال ام سي كيو جاي في الامتحان طبعا. مكتوب الامتحان كله في الامتحان كله. طيب فاضل ايه؟ تيروزين كينيز ريسبتور. لما اتكلم على ابيثيليا جروث فاكتور هما كلمتين. كلمتين اللي انا عايزه. بصوا ادي الخليه. ابيثيليا جروث فاكتور هيمسك في ريسبتور بفايروس. طبعا طبعا سجل باسنجر هنا عندي اسمه ايه؟ سجل باسنجر في النهر ده تيروزين كينيز. موجود فين؟ موجود جوه الخليه هنا. ده تيروزين كينيز. لما الابيثيليا او الابيديرم جروث فاكتور يمسك دول يحصل دايمرايزيشن، يعني الاثنين ريسبتور يمسكوا مع بعض يعمل لي دايمرايزيشن. دي اول كلمه محتاجها دايمرايزيشن. ثاني كلمه يا شريف، ده يعمل فستريشن هنا وده يعمل فستريشن هنا، حاجه اسمها كروس اكتيفيشن او اتش تيروزين كينيز فوسفوليت اتس بارتنر. كلمتين دايمرايزيشن واتس بارتنر بتعمل فستريشن. في ناس خلاص فصلت على الاخر. ماشي كلامي؟
على فكره، على فكره يا عمرو، على فكره الفوسفوريشن اللي حصل من هايبر اس حصل على التيروسين بتاع حضرتك. ليه بقى؟ بس هيجي بعد كده، هيجي بعد كده حاجه اسمها الميديتيك ليبتين عن طريق موقع اسمه اس اتش 2 يمسك في الفوسفو تيروسين بتاع مين؟ بتاع الاي ار اس. ايه اللي حصل تاني؟ تاني تاني انسولين ريسبتور، انسولين ريسبتور كومبلكس ادى الى اكتيفيشن اوف تيروسين كاينيز فوسفوريشن للتيروسين. فوسفوريتد انسولين ريسبتور بايند تو مين؟ الاي ار اس، وبالتالي تعمل لها فوسفوريشن. وبعد كده يجي لي ميديت البروتين اهو، ميديت البروتين اهو، عشان كده ميديت البروتين يمسك عن طريق موقع اسمه اس اتش 2 في مين؟ في الفوسفو تيروسين بتاع في الاي ار اس وخلاص. وبالتالي يحصل له اكتيفيشن. طبعا اسمع الكلام ده. يحصل له اكتيفيشن، لما يحصل له اكتيفيشن بقى على حسب نوع الميديتي بروتين هتقول اكشن. يعني النوع الاولاني للميديتي بروتين حاجه اسمها ام اي بي كي، يعني مايتوجين اكتيفيتور بروتين كاينيز هيعمل مايتوزيس اكتيفيشن. خلص الاولاني. الثاني بقى هو المشكله. الثاني هو المشكله اسمه ايه؟ فوسفو انو سيتاي ثري كاينيز. نقطعه كده ليه بقى؟ فوسفو انسوتايد ثري كاينيز بيعمل ايه؟ بيحول انسيتول. فوسفو اعتدال انسيتول ترايفوسفيت الى فوسفو اعتدال انسيتول ترايفوسفيت، عشان الترايفوسفيت يعكت في حاجه بنفس اسم الانزيم الاولاني اسمه فوسفو انسوتايد ديبيتنت كاينيز، اللي بيروح ياكتف بروتين كاينيز بي. بروتين كاينيز بي بيعمل ثلاث حاجات في البصل، بيزود الابتيك اوف الجلوكوز، في الهارت بيزود الجلايكوليسيس، وفي الليفر والمصل بيزود جلايكوجين سينثس جلايكوجين. صعب 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 يعني مش صعب. يعني ايه تيروسين كاينيز؟ يعني ايه نون تيروسين كاينيز ريسبتور؟ يعني ايه نون تيروسين كاينيز ريسبتور؟ زي ما خالد بيقول يعني ريسبتور ما فيهاش تيروسين كاينيز، بس التيروسين كاينيز موجود فين؟ في السيتوبلازم. يعني ايه خمس دقايق عشان نمشي؟ خمس دقايق؟ رجع ورا خمس دقايق؟ خمسة؟ يا دكتور دكتور ايه؟ خمس دقايق ممكن؟ يقول لي ادي الخلية وادي الريسبتور، هل في تيروسين كاينيز جوه الريسبتور؟ لا. امال فين تيروسين كاينيز؟ قال لي اهو تيروسين كاينيز فين؟ في السيتوبلازم. عشان كده لازم اقول كلمة سيتوبلازم تيروسين كاينيز. ما قلناهوش الحصه اللي فاتت، في عندي حاجه اسمها جاك على ستات. يعني ايه الكلمتين دول؟ تيروسين كاينيز ده يا جماعه اسمه جينوس كاينيز. الراجل اكتشفه الشريف كان اسمه جينوس، بدل ما يسميه تيروسين كاينيز سماه باسم، سماه جينوس كاينيز. هو ايه جينوس كاينيز؟ هو تيروسين كاينيز، ماشي الكلام؟ بس سايتوبلازم. ايه اللي يحصل الشيف؟ بيقول لي لما الهرمون يجي يمسك في الريسبتور هيعمل لي هرمون ريسبتور كومبلكس يؤدي الى اكتيفيشن اوف. لو قلت تيروسين كاينيز غلط لازم تقول سيتوبلازم تيروسين كاينيز بين قوسين اسمه جاك، ماشي؟ لما اكتفت ده ايه اللي حصل؟ مش هو اسمه تيروسين كاينيز اللي هو جاك ده؟ هيعمل ايه؟ هيضيف فوسفين على مين؟ على التيروسين اللي موجود في الريسبتور اهو. هذا التيروسين هضيف له فوسفين، ده اسمه ايه؟ فوسفو تيروسين. مين اللي يمسك فيه؟ ميديتنج بروتين عن طريق موقع اسمه، ما احنا قلنا اي تيروسين في الفلفل في فوسفيتا البروتين بيجي يمسك فيه عن طريق حاجه اسمها الاس اتش 2. جه بروتين اهو ميديتنج بروتين عن طريق الاس اتش 2 ريسبتور ومسك فيه الاس اتش 2. مين بقى البروتين ده؟ ده اسمه ستات. ستات اختصار لكلمه ايه؟ قال لك ستات اختصار لكلمه اسمها سيجمنت ترانس
transducer and activation of transcription. يعني هيعمل ايه؟ هيرن الاشاره وياكتف الترانسكريبشن. هذا الفانكشن بتاعه. تاني بسرعه هرمون مسك في الريسبتور، هرمون ريسبتور كومبلكس اكتف حاجه اسمها سيتوبلازم تيروزين كاينيز، وبالتالي حط فوسفيت على التيروزين. لما حطيت فوسفيت على التيروزين جه مركب اسمه الاستات مسك فيه وحصل له فوسفوريليشن وبالتالي اشتغل بيتاكتف. ده بعد كده بصوا بصوا بيقول لك بيحصل ايه؟ بيقول لك الاستات ده بيعمل دايمر مع استات تاني زيه. بيحصل دايمرايزيشن مع استات تاني زيه بعد كده يدخل النيوكليوس ويمسك في الدي ان ايه ونظام الترانسكريبشن. يبقى انا خدت كلمه دايمرايز او خدت كلمه دايمرايزيشن في حتتين. في النون ريسبتور تيروزين كاينيز وكمان في مين؟ الليبيثيلا جروث فاكتور. ماشي الكلام ده؟ قبل ما نمشي عايزين نمشي حاجه كده عشان نطلع منكم الشركات مش كويس. اخر صفحه خالص، اخر صفحه خالص، اخر صفحه في المنتج. اوكي؟ طب ما تيجي معانا مش هنخلص بصوا تعالى نشرح المذكره. بيقول لي ان انا ريسبتور تايب جين كاينيز، انا الريسبتور اتسيلف مش عارف ايه. بعد كلمه تشات وستاد اللي هو البوكس انا عامله تحتيه في جمله بتقول ذا بايند اوف. يعني ايه كلمه ليجا؟ ليجا ليجا يعني حاجه بتمسك. قد يكون بقى هرمون، قد يكون جروث فاكتور، قد يكون مش عارف ايه. احنا ما قلناش مين الهرمون اللي بيمسكها. عارفين السيتوكاينز؟ السيتوكاينز رقم واحد. بصوا يا دكاتره يا رجاله، يقول لي رقم واحد ذا بايندنج اوف، ذا بايندنج اوف ليجند هيودي هنا مش عارف ايه اكتيفيت. رقم اثنين مكتوب تيروزين كاينيز فوسفوريليت صح؟ تيروزين اند ريسبتور. بعد كده مكتوب اند والكلام مكتوب بالاحمر. اشطب لي الكلام مكتوب بالاحمر والكلام اللي تحتيه. بس. جود في الهارد وورك. يقول لك التيروزين كاينيز فوسفوليت التيروزين اند ريسبتور. ده يؤدي الى فوسفوليت ريسبتور. يؤدي الى سهم كده فوسفوليت ريسبتور. حطيت فوسفيت على التيروزين فعمل لك فوسفوليت ريسبتور. انا بس بغير الطريقه اللي مكتوب بيها عشان الكلام مكتوب بطريقه، فانا غيرته بحيث يكون الطريقه ايه؟ ثلاث شهور. خلاص ايه لسه ما خلصناهوش. كتبته يعمل فوسفوريتد ريسبتور يؤدي الى فوسفوريليتد ريسبتور. بعد كده الجمله اللي بعديها رقم اثنين بقى. اكتب رقم اثنين بقى، رقم اثنين تحت. اثنين فوسفوريليتد ريسبتور. رقم اثنين احنا خلصنا الجمله هنبدا بنفس الحاجه اللي خلصنا بيها. فوسفوريتد ريسبتور بايند تو. فوسفوريتد ريسبتور بايند تو ال اس اتش 2 دومين اوف ستات. بايند تو فوسفوريتد ريسبتور بايند تو اس اتش 2 دومين اوف ستات. وده يؤدي الى اتس فوسفوريليشن. يؤدي الى اتس فوسفوريليشن. اخر خطوه طيب بعد كده الخطوه الاخيره بيقول لي ذا فوسفوريليتد ستات. ذا فوسفوريليتد ستات the phosphorylated stat dimerize and enter the nucleus. Dimerize, enter the nucleus, they want to get زيادة الترانسكريبشن. أنا كده خلصت شابتر الهرمون. قبل ما تمشوا عندي طلبين.
12 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